كما ينضم إلينا مشاهدين الكرام الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والفنون. دكتور ماجد، بعد التحية، في ظل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتخذها وتنفذها القيادة المصرية الرشيدة، يأتي انضمام مصر إلى تكتل البريكس ليضيف أبعادا هامة تؤثر وبشكل كبير على الاقتصاد المصري ومن القلب الثقافة والفنون في الدولة المصرية والتي لها تاريخ وباع طويل في الدولة المصرية. ما هي ملامح تلك الأبعاد دكتور ماجد؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مصطفى، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. فعلا انضمام مصر إلى تكتل البريكس هو مهم جدا، خاصة في ظل عالم التكتلات. دول البريكس تمثل ما يقرب من 3 مليار نسمة من سكان العالم. دول البريكس تمثل ما يقرب من 26% من حجم اقتصاد التجارة العالمية، وبالتالي هي منظمة مهمة جدا. أيضا شفنا في كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد إيه هذا التحالف وهذا الانضمام بيعود بمردود إيجابي على اقتصاديات الدول الأعضاء، أيضا زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي ما بين أيضا إلى الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة من دول مجموعة البريكس، لأن كل دولة لديها ميزة نسبية يمكن أن تفيد باقي الدول الأعضاء. أيضا تسهيل التجارة البينية ما بين الدول الأعضاء والتخفيف من حدة القيود في التبادل التجاري، بالإضافة أيضا إلى أن مجموعة البريكس في طريقها لإنشاء عملة موحدة لتخفيض حدة هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي. طيب دكتور ماجد، لو تحدثنا عن الثقافة والفنون أو الاقتصاد الثقافي، هناك اقتصاديات أخرى، الاقتصاد الأخضر واقتصادات متنوعة، هناك أيضا بعد واستثمار آخر وهو الاقتصاد الثقافي، والمقصود به أن هذه الدول الأعضاء في هذا التكتل الاقتصادي الكبير بها الكثير من الاستثمارات الثقافية وبها أيضا العديد من التبادل الثقافي يمكن البناء عليه والتقارب بين الدول وبين الشعوب، بما ينعكس على يعني نمو وتنمية اقتصادات هذه الدول جنبا إلى جنب. كيف يمكن تنفيذ ذلك بسهولة وبيسر؟ بالفعل كما تفضلت أستاذ مصطفى، هذا التكتل يؤدي إلى مزيد ليس فقط من التقارب الاقتصادي والتبادل التجاري، وإنما أيضا يؤدي إلى مزيد من التبادل الثقافي وأيضا اكتساب الخبرات المتراكمة والمتقدمة في مجالات مثل مجالات التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي لدى مجموعات من هذه الدول. بالإضافة أيضا إلى أن ثقافات الشعوب تختلف، وبالتالي تقارب هذه الدول أيضا يؤدي إلى إبراز حضارات الشعوب وأيضا إبراز ثقافات وفنون الشعوب، ومصر بلد رائدة في الثقافة والفن ولها حضارة كبيرة جدا. وبالتالي الانضمام له عدة مزايا ليست فقط كما ذكرنا في البداية اقتصادية وتجارية، وتنعكس بالإيجاب على معدلات النمو ومعدلات تحسن مستويات المعيشة لدى شعوب هذه المجموعة، وإنما أيضا ينعكس في تبادل الثقافات وأيضا الفكر والحضارات فيما بين دول أعضاء تتمتع بمكانة ليست فقط مكانة اقتصادية وإنما أيضا مكانة من حيث الفنون وأيضا الحضارة. طب دكتور ماجد، بعد آخر وهو ما تتميز به كل دولة من دول أعضاء هذا التكتل، لو أخذنا على سبيل المثال دولة جنوب أفريقيا هي تزود العالم بالمواد الخام، روسيا بالطاقة وبالغاز الطبيعي، الهند بتكنولوجيا المعلومات المتطورة، جنوب أفريقيا بموقع استراتيجي هام يطل على المحيطين الأطلنطي والهندي، كل هذه الدول من الممكن أن يكون هناك تبادل بصورة أعمق سواء بشكل ثنائي أو بشكل جماعي؟ طبعا بدون شك أن كل دولة من دول الأعضاء في هذا التكتل لديها مزايا نسبية، إما من حيث موارد طبيعية وإما من حيث أيادي بشرية وعمالة ماهرة وإما من حيث أيضا تكنولوجيا متقدمة أو علوم فيها تقدم كبير. وبالتالي وجود هذا التكتل من مجموعة دول يفيد كل دول الأعضاء بتبادل هذه المزايا النسبية التي تحظى بها كل دولة. كما تفضلت
وذكرت سيادتك أن روسيا لديها مزايا نسبية، والهند لديها مزايا نسبية، والصين لديها مزايا نسبية، ومصر أيضا لديها مزايا نسبية، وبالتالي تبادل المنافع وتبادل المزايا النسبية والاستفادة منها ما بين أعضاء هذه المجموعة يؤدي إلى تعظيم المنفعة وزيادة القيمة المضافة التي يمكن أن تتمتع بها الدول، بالإضافة أيضا إلى خلق فرص عمل في هذه الدول، بالإضافة أيضا إلى زيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية ما بين هذه الدول، مما يعود بالنفع الإيجابي على اقتصاديات هذه الدول وزيادة معدلات النمو وتحسن مستوى معيشة المواطنين. طب دكتور ماجد، بعد آخر وهو القوة البشرية الهائلة لهذا التجمع، من المعلوم أو الواضح أن هذا التكتل يساهم في النسبة السكانية على مستوى العالم ب 45% من إجمالي سكان الكوكب الذي يتخطى 7 مليارات. هل لهذه القوة البشرية الهائلة تأثير قوي ومباشر على يعني أن يكون هناك اقتصاد حر واقتصاد متنوع واقتصاد لم يقم على أحادية القطب أو ثنائية القطب؟ طبعا لا شك أن توازن القوى مهم جدا في هذا العالم، وأيضا القوى الواحدة أو احتكار قوى لاقتصاديات دول العالم بشكل كبير يؤثر على اقتصاديات هذه الدول بالسلب، وأيضا توازن القوى بمعنى وجود أكثر من قوى متوازنة ومتعادلة تؤدي إلى التخفيف أيضا من حدة التأثير بعملة واحدة على اقتصاديات العالم واستخدام هذه العملة للضغط والتأثير الاقتصادي والسياسي وما إلى ذلك. وبالتالي وجود هذه التوازنات مهم جدا، أيضا لأنها من دول تتمتع بثقل، ثقل سياسي، ثقل اقتصادي، تكتل عدد كبير من عدد الكرة الأرضية. نعم. وبالتالي كما تفضلت سيادتك وذكرت ما يزيد عن 3 مليون نسمة من عدد يزيد عن 7 مليون نسمة إجمالي سكان العالم، وبالتالي تؤثر هذه القوى بشكل كبير إذا أحسن الاستفادة من مزايا هذا التكتل، وتم أيضا التعاون فيما بين بشكل يعود بالنفع على كل الدول الأعضاء، وأيضا كما ذكرت في البداية الاستفادة مما لدى كل دولة من مزايا نسبية يمكن أن تفيد بها دول المجموعة وتستفيد أيضا من المزايا النسبية لدى باقي الدول الأعضاء. نعم دكتور ماجد، كل الشكر والتقدير لحضرتك على هذا العرض. دكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والفنون، شكرا جزيلا لحضرتك.